مس مس يا عيوني، مس مس يا مس مس يا عيوني، مين حكى بس؟ مس مس يا عيوني، مس مس يا عيوني، سامعينكم في طول كرم. مس مس يا عيوني، مس مس يا عيوني، يا متقم الليموني لما تدخل على الصف، لكن تدخل لما تدخل على الصف زي الام الحانونه. هاي مسرحيه بتحكي عن الالوان، او ليش الاولاد في الروضه بحبوا الالوان كتير كتير. هلا اهم شيء نربيهم اولاد الروضه ما يتحيزوا للون واحد، لانه هاي البلد المسرحيه بتحكي عن بلد انقسمت للونين، لون اصفر ولون ازرق، وهاللونين بتخانقوا مين احلى ومين اشطر ومين ازكى. بنقول لا، لو خلطنا اللونين مع بعض الاصفر والازرق، يعني المدينة والقرية، يعني اللي كل الناس مع بعضها، بطلع ألوان جديدة، أفكار جديدة، وعشان هيك بطلع اللون الأخضر لون الربيع، لون الحياة. إحنا بنقول لهم إنه ممنوع نتعصب للون واحد أو لفكرة واحدة. الحياة فيها ألوان كتير، لو الله خلق الدنيا صفرة أو زرقة أو حمرة وبس، كتير راح تكون مزعجة وكابوس. حط فيها كل الألوان ولسه الكمبيوتر ملحقش الألوان اللي خلقها ربنا. الأطفال دائما وأبدا بدهم أشياء ترفه عن نفسهم، وخصوصا أطفالنا، مش أطفال روضتنا لحالهم، يعني أطفال فلسطين عامة. فإحنا اليوم ارتقينا إن نفرجيهم هاي المسرحية. هاي المسرحية بعنوان الأميرة، تم عرضها في الاتحاد النسائي. هاي المسرحية بتحكي عن دمج الألوان، وكيف إنهم ما يتقيدوا الأطفال بإشي محدد ومعين أو بفكرة معينة ومحددة، شو رأيهم يعني من الدمج والاختلاط رح يطلع معهم أشياء جديدة، وإن شاء الله إنها بتكون تنال إعجابهم للأطفال.